بحضور العمدة الثانية في هامبورغ وحضور نواب دبلوماسيين عرب وأجانب، أقيمت فعاليات الأسابيع الثقافية العربية في مركز بلدية هامبورغ الألمانية بعد انقطاع لعدة سنوات بسبب جائحة كورونا. بدأت الأسابيع العربية في هامبورغ منذ حوالي 2004، وكانت تشمل في البداية أسبوع ثقافي عربي، ومع استمرار الفعاليات على مرور 17 عاما أصبحنا الآن لدينا 55 فعالية. وتضمنت الفعاليات نشاطات ثقافية وأدبية وفنية، وتهدف تلك النشاطات لتعزيز التواصل بين الجاليات العربية المقيمة في ألمانيا وشرح ثقافتهم وتعريف المجتمع الألماني بالثقافات العربية. بالطبع ده بيسعدنا جدا اننا نوضح الثقافة العربية بكل اختلافاتها وبكل جوانبها الجميلة، ووجود الحدث ده في مكان هام زي الريد هاوس اليوم بيدل على الاهتمام الكبير اللي بيوليه المجتمع الألماني للثقافة العربية وللتعرف عليها. وتميزت هذا العام بحضور كبير لعدد من الأجانب والألمان، وتحدث بعض المشاركين فيها عن أهمية إيجاد قواسم مشتركة بين الثقافة العربية والثقافات الغربية وسبل تعزيز السلام وحماية البيئة ومواضيع تخص الطاقة. اليوم كان في فعالية للأسابيع الثقافية بهامبورغ في مركز البلدية، وكان في بحضور عمدة هامبورغ وكثير سفراء، ويعني حضور مميز وكان أداء كثير حلو ومميز. هي مناسبة سنوية تقيمها الجاليات العربية في هامبورغ، وهي فرصة لتعريف أبناء اللاجئين والمهاجرين بثقافتهم الأم وزيادة تمسكهم بها. عبد الرزاق صبيح، حلب اليوم، ألمانيا.